السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السوري، وهنتكلم عن هو مش هنتكلم عن ترتيب الهدافين في الفيديو ده بصراحة، لأن أنا ممكن أقول المباريات اللي مكتوب فيها الأهداف اللي حصلت، إنما ترتيب الهدافين هيبدأ من الجولة التانية بإذن الله تعالى. ترتيب فرق الدوري السوري وترتيب الهدافين زي ما قلنا هيبدأ من الجولة التانية، وهنتكلم عن نتائج مباريات الجولة الأولى انطلاق الدوري السوري الموسم الجديد 2021 2022. متابعينا الكرام، اليوم الجمعة 13/8/2021 بدأت مباراة الجولة الأولى من الموسم الجديد. عفرين تعادل أمام حطين 1-1، هدف حطين غير معروف، هدف عفرين عن طريق اللاعب الحمود تقريبا في الدقيقة 93. جبل تعادل سلبين أمام الوسبة 0-0، الكرامة فاز على الشرطة 2-1، أحرز هدفي الكرامة اللاعب الهماوي تقريبا أو الحماوي في الدقيقة 20، والزين في الدقيقة 77. تشرين فاز على الاتحاد 2-1، أحرز دفاع تشرين. باشماني في الدقيقة 24، وكويش في الدقيقة 36. الجيش تعادل سلبين أمام الفتوة 0-0، والوحدة فاز على الحرجلة 2-1، أحرز دفاع الوحدة الخالد في الدقيقة 32 والدقيقة 40، محمد الخالد. الطليعة تعادل أمام النوعير 2-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السوري، ثم نتعرف على ترتيب فرق الدوري السوري زي ما قلت لك، ترتيب الهدافين من الجوله الثانيه باذن الله تعالى. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري السوري في المركز الاول تشرين برصيد 3 نقاط، الكرامه في المركز الاول ايضا ب3 نقاط، والوحده ايضا في المركز الاول ب3 نقاط. في المركز الثاني النواعير بنقطه، والطليعه وعفرين في المركز الثالث بنقطه، ومعه حطين، وفي المركز الرابع الجيش بنقطه ايضا، ومعه الفتوة وجبلة والوسبة كل دول في مركز رابع بنقطة. المركز الخامس الاتحاد بدون نقاط، المركز الخامس أيضا الحرجلة بدون نقاط، والشرطة في المركز الخامس والأخير أيضا بدون نقاط. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.